يا جماعة إذا أعلننا عن الشيخة أفرحوا معه زين. العاصل أصبر على أصبر 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 أين الثلاثة؟ هل راح دحام يعلمهم إيش يقولون؟ اثنين ثلاثة كانوا متأكدين. راح نسجل فويس جديد. راح شفت جو 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 سجل الفويس جو جو سجل اليابسي أنجل مين موجود؟ يا فلاح الشيخ موجود؟ طيب نقول ألف مليون تريليون للمتسابق اللي راح يحصل على الشيخة لهذا الأسبوع المصرم، لهذا الأسبوع الذي كشفت فيه الأوجه وتلونت فيه الأوجه وانشقت عن الصدور وظهر ما فيها من ضغينة وحسد وكره. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة أخوي فهد. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. الدين والدنيا والآخرة. يا جماعة إني لكم من الناصحين، لعل لعل هذه اللقطة أن تكون آخر لقطة لكم مع زميلكم الحاصل على الشيخة. باركوا له وافرحوا له واكتبوا له قصيدة مثل ما كتب مصعب الفيصل بن هدلان. تكفون الله يطول في عمرك. راح يكتب في قصيده مثل بس ما كتب مصعب محمد اليابسي. اللي بيكتب القصيده ويبغى محمد يشلها ياخذ توقيع الاعتماد من دحام. الله يطول في عمرك مصعب. ألف مليون تريليون للحاصل على شيخة زد رصيدك لهذا الاسبوع، لمن يستحق، لمن نبحث عن حقه دائما وابدا، لمن اضاع صقور حسن العجمي. والله اخلاق الكبار يا شيخ. صفق له السؤال. هل سنرى رد البيتين يعني من دحام على مصعب؟ نتمنى. لا هو ردها، هو رد البيتين ترقى في يا دحام. ترقى في يا دحام. انت انت يا عيال علينا. انا انت انا بس اخاف حمد المري يقول البيتين ما تنفع في بعدين بعدين دحام يا جماعه حتى للجمهور. ودي ترجعون على البيتين اللي قالها دحام لمساعد الزاهب وعايض الفارع. الأمانة والله العظيم أنها كانت محور وأنا ألغيت هذا المحور، بس أقول لكم يعني كيف الأمور قاعدة تصير. إيه 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 مساعد، إيه مساعد ما يحتاج أبدا تعلق، كان عندك دحام وعلقت عليه وعادي يروح مسكه وضمضمه وسوي اللي تبغى. حسن السلام عليكم، من بيكون معك معاون؟ حسن من بيكون معك؟ حسن على هلك. وين حسن؟ وين حسن؟ او حاتم انضم للثنافر. ما عليه حاتم دخل درجة انه راح للحسن لانه يدري انه بيطلع بالكادر. حسن من بيكون معك معاون؟ يا حاتم انا مسكين. اول شيء بيض الله وجيهكم وبيض الله يعطيك العافية. سويت الشيخة تستاهل ولا هو بقصور باخوياي صقر بن بلال وفيصل بن نياف. كويس الله يعطيك العافية. شكرا لك لونج على المتسابقين. شكرا لكم، شكرا لتشجيعكم، شكرا لروحكم العالية. يبقى السؤال الأكبر، من العصفورة التي بيننا تنقل الحديث؟ هذا السؤال هو السؤال العائم، هذا السؤال الذي سيبقى ملاصقا لهذه النسخة حتى تنتهي. هناك عصفورة بعد استلام الجولات تسمع المتسابقين الفويسات ما بينهم البين. يعطيكم العافية، شكرا لكم، شكرا لحضوركم، شكرا لأداكم. بعد إقصاء الدباب بوجهة نظرهم لا زال يبقى عصفورة. تمام شكرا لكم، نلقاكم في حلقة لو جديدة. لو صرح مصعب قول لو يعطيهم العافية مصعب سعيدة لهم باسم باسم الدباب باسم الدباب. هل تعلم أن هذا الشيء يبرئ مالك أبو لبن؟ فعلا ويسلم الدباب راية الدباب لصاحب الفويس. طب دقيقة الله يسر لك دقيقة. مولي بالي يا رب، مولي مساعد الزاهب يا رب، مولي بالي مساعد الزاهب يا رب ما هو بالبحر. والله والله عجبتني الالتفاتة. أعطينا تو وندو بالله مع مساعد الزاهب. معليش البابا يلا عطى. معليش أتمنى أن مساعد هذه المرة يعني يخذلني ويكون بهذا الجرأة. مساعد السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا مساعد لبيه. افتحوا لي صوت مساعد. موجود مساعد. تذكر البيتين اللي قالها دحام؟ ما هبلي. وش رديت عليه طيب؟ ما هبلي. وش رديت؟
ما ردت عليه. انتو ما متاكد خوي ماني براد عليه خوي. انت ما تدري وش انت خوي ولا الرجال الجمله اللي قلتها. اسمع الذئاب خانه بياكل بعضها. الذئاب تركي بتاكل بعضها. امرتك في الاول اوامرك في الثانيه. تسكر انت في الامر. تذكر وش قلت له؟ تذكر وش قلت له؟ تذكر وش قلت له؟ طيب خلونا نجيب المقطع. المقطع موجود. وشو؟ عطني اياه. عطني اياه في الجروب. نرجع عشان بس اخوياي يسمعون. خلنا نرجع للمقطع موجود في المحل. والله اني الغيته. تمام عطني امشي عشان نشغل استاذ فهد. اصبر وين المقطع؟